ها واحد طاجين السوسيس عاوتاني، ها نص كاس ديال الرز، او مطيشه وحده، هذيك بصله خضاريه فهمتي، واحد بوافون فلفله هاي، واحد شويه ديال الجبانه الا كانت، هذا الخمسه ديال الحبات حلوهم مزيان، هادشي كله غيبقى سير بلاص. اللي غنديرو مطيشه تقرد والفلفله غتقرد والإقامة وشوية د الماء والزيت وأونفويي سيغ لو فو. ها مطيشة تقطع الطريفات، بصلة خضارية تاهي والفلفلة مزيان والروزة هو دابا الإقامة اللي زدت. ألو هنا بلاتي طلال الله هنا، شوف طلال شوف هنا، ألو الخلق من بلدي، بابريكا الإبزار والملحة، وهاد جوج وريقات خلاص هادو غادي يديرو البنة حتى هما مزيان. دابا غادي نزيد شوية الزيت بلدية، تري بيان. شنو اخر؟ واحد شويه الماء، شويه وتبع الامور ديالك، تبع الطاجين يكون كيطيب تري بيان. دابا هادشي غيتخلط فهمتيني، كتخلطو هكذا الطاجين رابيد فهمتي، وغادي ديروه فوق العافيه. وغنزيدو هادي هنايا هكذا، دابا يلاه نمشيو نطيبو هادشي. هاد الطاجين انستالي في المجمر، غنسدو عليه، وموعدنا بعد نصف ساعة بو كونترول، ونزيدولو شي ربع ساعة يمكن من بعد. يلا اوكي، ايوا دابا غنديرو واحد الفاصل على ما يطيب الطاجين ونعود. شي اخر الاخبار، دابا قنيه كتاكل لي في مخت، اها شي حسن تبقى عاد كتجمع في داك لي في اللحوم وداك الشيء، ها هو قنيه كتسال ديبا غاص، هادو كيخرجوا مره مره كيديروا واحد الدوره اوكي رجعوا عاوتاني لاكاج ديالهم. تري بيان، هادي عمليه ديال ترميم هاد لاكاج ديال لي لابان، حيت تصدات مع الشتاء والمسائل، ايوا كنديرو لها هذا ديال تيت كوش دو بانتور باش ما تضيعش، حيت هادي باقي لها شويه تفرتت ما يبقى فيها والو ما يتجمع هكا كم نعتقد. فوالا كتجي زوينه بحال الاخرى، ديك لاغوي ما تبقاش تخي بيان. هاهي قنية جات تشوف المحل ديالها واش تصاوب ولا مازال، ها حنا خدامين هكذا. هادي بدا كتحميهم من الشتا والصاد، وهادو حتى هما الله بسم الله. نشوفو طاجين السوسيس، اي بسم الله، ها طاجين السوسيس شتي داك الروز كيرد المرقة تقيلة، كيجي داكشي لذيذ، هادشي رطب. نخليو دابا نحيدو من العافيه ونخليو يتكتك حتى ينشف، ونتناولو هاد الطاجين الرائع وسهل في التحضير، ويعني غابيد. دابا هذا الشيء ديال عصر السرعه، بحال الطواجن مهمين كيف كل مشكل حيت غابيد. تحيه عاليه الى جميع الاصدقاء الاعزاء الشرفاء النزهاء، هذا نوكا، ها هو نوكا، تحياتي. هادشي جهائر يا سلام، وليك لحقو يخلي حق الاخرين. ها انت شتي طاجين، ها بلاتي نقول واحد العمليه، هذا الطاجين هاتي يصلح لكل شيء، يعني طيب فيه كل شيء وصافي. بحال دابا هنا كدير لي باغ الا بغيتي كدير بحال بحال ماشي بيتزا، انت شتي ها شوف هاك، ها اون باغ، ها دوطخ اون اوطخ باغ، وهادي سير با. اللي كري يقول الحمد لله، هذا دي هذا مكان هاد الطاجين ديالنا، وكتسدو عاوتاني وتخليه للعشيه ولا اللي يصبر حتى نهار كاع. ها انت مع هادشي البرد يصبر، ها شي هاي تغطي، واللي بغى ياكل كيحل وكيلقى المفاجاه ديال هذا الطعام اللذيذ الرائع. تحيه عاليه الى جميع الاصدقاء الاعزاء الشرفاء النزهاء.
ولكن بلاتي كاينه واحد الملحوظه، تبع معايا هذه. هادشي كنت غادي يطلع كيتعطي للدجاج والجوجه، ها هي كتعطيك البيضه، هادشي ما يضيعش. ها القشور ديال الفلفله وديال البصله وديال القشور كلهم اللي عندك. واما التكلفه، هذاك السوسيس 12 درهم، مطيشه وديك البصله خضاريه درهم ولا درهم ونص، قولوا هي 13 ونص. خمسة الجلبانات نحسبوا لهم نقولوا يلاه درهم، هي 14 ونص. البوافون هو اللي غادي شويه جو ديال الدرهم، هي 16 ونص. الروز درهم نص كاس، هي 17 ونص درهم. هذيك شويه زيت البلديه والقامه نقولوا درهم، هي نقولوا على زيد كاع 17 درهم. يلا هذيك الفلفله الحاره هذيك فابور غير المحيبقه ديالنا، هذيك ما نحسبهاش. المهم 20 درهم كاع ماكسيموم 20 درهم. ما عندك هذا الطاجين هذا كيجي بنين من برا 20 درهم سيغ بلاص، حتى اللي بغى يبيعو 30 درهم يربح فيه 10 درهم، هو من برا دي غام دو بينيف. وهذا ما كان يعني فكره من الافكار، السوسيس ماشي ديما مقلي، نديروه طاجين هكذا بحال داك الطاجين ديال ديك المره، حتى هو كندير السوسيس واخا. ايوا فرصه مقبله ان شاء الله.